Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. You're all welcome here again with me, Mr. Muhammad, in a new listening new unit. وبعد الغيبة أهلا وسهلا فيكم من جديد موضوع جديد ودرس جديد. Today inshallah we have unit 6. اليوم inshallah معنا الوحدة السادسة بعنوان On Sundays. Again, يلا عيد معي. On Sundays I هنكمل طبعا حطيت لي ثلاث نقاط. هاي الثلاث نقاط بتدل على انه في تكمله لهذا الدرس لهذه الجمله. اوكي طيب بدنا اول نقطه. طبعا Sunday اللي هو يوم الاحد. قبل الايام دائما نضع حرف الجر on. هذه اول نقطه لازم انت تعرفها. كل اختبار هيجيك هذه النقطه. تمام قبل الايام نضع حرف الجر ايش on. تمام طيب نيجي على اليوم. الحين نهاية اليوم موجود عندنا حرف الاس. شايف هذا حرف الاس معناه كل يوم احد. ام سوري ايش معناه كل يوم احد. طب لو انا قلت لك Mondays excellent كل يوم اثنين. طيب Thursday يوم الخميس. طب Thursdays تمام بيطلع ايش كل يوم خميس. اتفقنا 100%. حافظ الايام ولا لليوم نسيهم؟ طب يلا رجعهم معي بسرعه. يلا عيد معي. Sunday Monday Tuesday مش تيوس لا Tuesday Wednesday Wednesday كي عندنا حرف الدي في هاي الكلمه لا يلفظ. اوكي Wednesday Thursday Thursday Friday Saturday. تمام they are excellent one. لازم نحفظ هاي الأيام حتى نستعملهم إن شاء الله في الدرس الموجود عندنا. يبقى أول نقطة عنوان وحدتنا On Sundays معناها كل يوم أحد. قبل الأيام نضع حرف الجر إيش On. في هذا الدرس بدنا نتكلم عن حاجة اسمها Subjects. إيش اسمها؟ Subjects. يلا عيد معي Subjects. Subjects هتجينا في التصنيف كتير. تمام؟ إيش يعني Subjects؟ Subjects معناها مواد دراسية. إيش يعني Subjects؟ المواد الدراسية. طيب إحنا معنا في المدرسة كتير مواد English لغة عربية تربية إسلامية علوم. فإحنا اليوم إن شاء الله حابين نتعرف على هاي المواد وإيش بنعمل في المواد الموجودة معنا. أوكي؟ يبقى إيش يعني مواد دراسية؟ Subjects. حنضيفها لسؤال أخذناه سابقاً. What's your favorite subject؟ ما هي مادتك المفضلة؟ What's your favorite subject؟ سمعتك مش الإنجليش أنا عارف. تكذب علي إذا قلت الإنجليش صح؟ طيب للي بيحب الانجليش وما بيحب وللي ما بيحب الانجليش طبعا سواء بتحبها او مش ما بتحبها راح تاخذها. تمام يلا بدنا نيجي على اول اشي موجود معنا اللي هو السؤال. هذا السؤال مطلوب منا انه نحفظه حتى لما يجينا في الاختبار او يجينا في هاي الوحده راح نتعامل معه. ايش هذا السؤال؟ What subjects ما هي المواد do you have التي لديك today. ايش يعني today اليوم؟ ما هي المواد التي لديك اليوم؟ يعني بتمسك جدولك بتشوف لي ايش المواد اللي عليك اليوم وبتحكي لي مثلا I have يعني انا عندي ايش عندي English Arabic Science and Maths. عندي اليوم عربي وعندي English وعندي علوم وعندي رياضيات. لاحظ لما انا حكيت باللغه الانجليزيه حكيتهم كلهم وقبل الاخير ايش وضعت and فبحطش و و و في كل جمله لا بحكيهم وبينهم بحط فواصل. اوكي 100% في عندي ثلاث كلمات جديده. طبعا هو مطلوب مني بس اول كلمه today والباقي عشان نتعرف عليهم فقط. انا هناخذهم ان شاء الله في نهايه هذا العام وان شاء الله مع بدايه العام القادم. في عندنا اول كلمه today 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 excellent today يعني اليوم. اوكي yesterday yesterday الامس امبارح راح وخلص. تمام tomorrow
tomorrow غدا. ايش يعني tomorrow غدا؟ يعني بكره، لسه هذا ما جاش. اوكي طيب، نيجي نتعرف على المواد الموجوده معنا. خليك معنا وركز حتى تتعرف، لازم تربط الماده بالصوره وتتعرف ايش الاشياء اللي انا باخذها في كل ماده. اوكي يلا نبدا. بسم الله، نمحي بس هذا. اللهم صل على سيدنا محمد. ننتقل للتمرين الأول أو الكلمة الأولى الموجودة معنا. اسمع مني منيح وعيد معي. science science، عيد أشوف بصوت عالي. science ممتاز. لاحظ الكلمة حرف السي والاس مع بعض، تمام؟ الاس والسي مع بعض نلفظهم س، تمام؟ science ممتاز. ساينس هي المادة اللي فيها أعضاء الجسم والحيوانات والنباتات والبذور. وإيش هاي المادة؟ مادة العلوم. ممتاز، مادة العلوم. وهاي الصورة الخاصة بمادة العلوم، لما تشوف هاي الصورة بعرف إنه هاي المادة اسمها ساينس. إيش اسمها؟ ساينس. أوكي ننتقل للي بعديها. يلا عيد معي. ماثس ماثس ممتاز. ماثس هي أصلها كلمة طويلة mathematics، والماثيماتكس اللي هي مادة الأرقام والنمبرز والحاجات هاي. مادة إيش؟ ممتاز، الأرقام هاي مادة الرياضيات. يبقى إيش يعني ماثس؟ رياضيات. إيش يعني ماثس؟ مش حساب، رياضيات، تمام؟ اللي هو الحساب برضو. طيب ننتقل للي بعديها. الكلمة اللي بعديها اللي هي مادتنا الموقرة اللي انت قاعد تتفرج عليها اللي هي English. English تمام، مادة اللغة الإنجليزية. مثل ما احنا شايفين في اللغة الإنجليزية ايش نحكي؟ Hello what's your name؟ يلا جاوب على فيونا. Hello my name's محمد، what's your name؟ اوكي ننتقل على اللي بعديها. Arabic 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 من اسمها عربي. Arabic نفسه زي English إنجليزي. Arabic عربي. طيب في العربي ايش بنعمل؟ بنقرأ ايش دائما؟ نقرأ قصص وروايات، تمام؟ فايش بيقولي؟ سابقا فيما مضى، كان فيما مضى قديما، كان يا مكان في قديم الزمان. فهذا بروي قصص، فاللي بيروي قصص we read stories، نقرأ القصص في إيش؟ في مادة اللغة العربية، تمام؟ نجي على اللي بعديها. اسمع مني الكلمة religion 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 اللي هي اللي فيها الهولي قرآن، القرآن الكريم. مادام فيها قرآن كريم يبقى هاي مادة إيش؟ التربية الإسلامية. القرآن الكريم، وانت يا بطل من وانت صغير تعلم دائما تمسك القرآن وبنقرأ منه حتى ان شاء الله نتعظ ونصير هيك بحال افضل وافضل. اوكي ان شاء الله ربنا يوفق، تمام 100%. طب ايش حافظ منه؟ ممكن تقرأ لي صورة او آية او اي شيء انا اقرأ لك. الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. وانت كمان بدك توقف الفيديو هات وتسمعني ايش اي آية او اي صورة انت حفظها. اوكي وانت كمان يا ولي الأمر تمسك كمان اي آية او اي صورة وبتحكيها لابنك، تمام؟ يلا ننتقل للصورة اللي بعدها. في عنا حاجة اسمها P-E 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 اختصار من كلمتين كبار، فانت مطالب ابحث لي عنهم واعرف لي ايش اختصار هاي الكلمة. اوكي
تمام؟ بدي أتعرف عليها، ابعت لي إياها في التعليقات، اكتب لي اختصار من أي كلمتين، أوكي؟ PE اللي هي مادة الرياضة اللي بنقفز فيها وبنجري فيها. إيش يعني يقفز؟ Jump. إيش يعني يجري؟ Run. تمام؟ إيش يعني يمشي؟ Walk. Walk. تمام يا بطل؟ 100%. هيك بنكون انتهينا من الكلمات الموجودة عندنا. بنتمنى لكم أوقات حلوة، وإن شاء الله نراكم في دروس قادمة وأوقات لاحقة. نتمنى لكم كل التوفيق. And see you soon. Thank you.